لالي، رح نبقى يعني بعالم الأطفال بما أنه كانت فقرتنا الأولى عن الأطفال وشوية طبية، ولكن هالمرة رح نتطرق لشيء اجتماعي وتأثير العلاقات الوالدية والعلاقة بين الوالدين على الأطفال، آثارها النفسية والاجتماعية عليهم. هذا الموضوع رح نحكي فيه مع استشارية الطفولة المبكرة ورياض الأطفال رنا أيوب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك رنا. اليوم يعني عالم الطفولة هيك له حصة كبيرة من خلال مساحتنا الطبية، وهلأ مساحتنا الكثير مهمة معك هي المساحة الاجتماعية والجانب النفسي للطفل وعلاقة الطفل بالأم والأب. خلينا هيك بداية نحكي عن نمط الحياة. كل عائلة لها نمط معين عايشين فيه، وأيضا هون الطفل بيتبع البيئة يلي ربوه عليها أهله. فكيف هيك أحيانا منشوف شغلات أحيانا تكون خارجة هيك عن نطاق السيطرة، بكون الولد هيك يعني نبذة بيطلع أحيانا بتمرد على هذا الواقع. فخلينا نحكي هيك شوي. يسعد صباحكم. بتمثل الاضطرابات اللي بتحدث بأي بيئة بالأسرة شوي من القضايا الاجتماعية اللي ممكن يكون فيها خوف، ممكن يكون فيها قلق، ممكن يكون فيها خجل أو انطواء بسبب العادات والتقاليد اللي عايشة فيها الأسرة. نحن كأهل أو كأخصائيين تربويين شوي منحاول نخلي نفسية الطفل محاطة بالحب والحنان والحوار، لأنه أي مشكلة ممكن يعاني منها الطفل إذا حاورناه ولا تركنا له حلقة الحوار مفتوحة بدون خوف، ونحسسه أنه حتى شعور الخوف هو شعور طبيعي، أو إذا قلق من أي موضوع شعور القلق هو أمر طبيعي بيصير، لكن بنقاش مفتوح نحاول شوي يصير في ترابط بالأفكار بيننا وبينه لحتى نحن نقدر نكسبهم، خصوصا بهاي الأوضاع اللي عم نمر فيها شوي عم بتكون التكنولوجيا فارضة حياتها أكثر علينا، فعم يتناسى الطفل من وقتنا، فعم نحاول أنه نحن نهتم به فيك كرعاية أكثر من التربية. يعني نحن ممكن نراعيه بالأكل، بالشرب، بالمشوار الحلو، بالأكل الطيب ممكن، بنزهة ممكن، لكن كتربية، كأفكار، كعادات وتقاليد، حوار، زرع شخصية بناءة لحتى هو يكبر ويكون قدران يتحمل مسؤولية، عم نتناسى هذا الشيء بسبب الضغوطات اللي عم نمرق فيها. يعني يمكن منا سبب ضغوطات يلي عم نمر منا، وهي الضغوطات بتنعكس أصلا على الوالدين بالعلاقة بيناتهم. وقت عم نحكي أنه قديش بتأثر العلاقة ونمط العلاقة بين الوالدين على الأطفال، ومنا الخلافات أو ممكن النقاشات يلي قد تحدث بشكل يومي وعفوي بأثناء وجود الأطفال. يعني مو دائما الأهل بيستنوا ليروحوا أولادهم على جنب لحتى يصير في بيناتهم نقاش، ما بدنا نقول خناقة بدنا نقول نقاش، ولكن هاي النقاشات إلى أي حد قد تؤثر بشكل سلبي على الأطفال، وخصيصا إذا ما تم معرفة أنه في مشكلة بالموضوع. هي أحداث حياة، يعني نحن عايشينها في حال كنا حبينا أو ما نحبينا، والطفل لازم يشوف شوي المشاحنات البسيطة يلي إلها علاقة بخصوصية العائلة، مشان ما يفكر إنه كمان الدنيا هيك يربع، يفكر إنه الدنيا كلها خلقت فيها متعة وفيها سعادة. لا، هذا الشيء بيخليه متوازن. أنا مع الأهالي يلي دائماً بحاولوا يناقشوا أي قضية بتخص الطرفين كزوج وزوجة، خصوصاً إذا الموضوع كان ممكن يوصل فيه لطلاق، أو إذا الموضوع في وفاة أحد الطرفين، أو إذا الموضوع في مرض، لازم يتناقش هذا الموضوع قدام الطفل بشان ما ينصدم بالنهاية بقرار مفاجئ هو مو عارفان أحداثه، لكن النقاش يكون بطريقة شوي موضوعية، بطريقة شوي علمية لعمره الزمني. يعني أنا ما أعطي فوق طاقته، ما حمله فوق قدرته، وبنفس الوقت هيئه لأي حدث ممكن يصير. طبيعة حياتنا وطبيعة الأسر اللي عنا عم بصير في مشاحنات كتير بين الأب والأم بسبب منرجع منقول ممكن ضغوطات الحياة، ممكن شوي عم بتكون روتين الحياة اليومي بيعمل لك هذا النوع من التمرد، خلينا نقول التمرد المحبب، يعني بتزعل شوي بيردوا شوي، بصير في هذا الرابط الأسري القوي. لازم هاي الأشياء تكون ضمن المعقول قدام الأطفال، لكن الأشياء الكبيرة يلي فيها ممكن، يعني نحن طبعا ضد العنف، يلي ممكن يكون فيها كلام أو تنمر على
طرف من احد الاطراف الاب او الام. تمام. هذا الشيء ما بصير لانه بينمي شخصيه كثير ضعيفه للطفل. رينا، يعني ممكن حكينا هلا عن التنمر، خلينا ننتقل من التنمر من الاهل اللي بيمارسوا احيانا على بعض لا الطفل. يمكن الطفل فينا نقول هو الماده الخام او الاسفنجه اللي بتمتص اي شيء، يعني سواء داخل المنزل او خارجه. بناء الشخصية للطفل قد ايه بيعتمد ايضا على شوي ذكاء من الاهل، بانه لو الطفل احيانا سمع كلمة ما كثير يتأثر فيها لانه ممكن ترافقه طول حياته وتسبب له أزمة نفسية. يعني احيانا بنشوف عالم انه عندهم أزمة نفسية، بدنا نرجع نحن لمرحلة الطفولة، هو ما اجى انصدم هو وكبير، اكيد تمام. كان في له في آثار يمكن ضلت جواته وتطورت، فنحكي عن هذا الموضوع. إذا حبينا نحكي عن موضوع بناء الشخصية الفعالة بالمجتمع والتنمر، عم بيكون التنمر أحيانا بالشكل يلي نحن بنفكره بشكل داعم. يعني أنا يوم ما بدي إجي قارن طفل بطفل، أنا عم بكون عم بتنمر عليه، أنا بس أقعد أسمع الطفل كلام فوق مستوى خياله، أنا ما فيني أطلب منه أشياء فوق مستوى عمره العقلي أو الزمني، فأنا أكيد بدي يكون عم بتنمر عليه لأخلق له شخصية شوي فيها نوع من الخجل أو الانطواء، أو هو يوصل لعمر هو مصدوم باللي حواليه. التنمر ممكن يكون داخلي من قلب الأسرة، من الأخوات بين بعضهم، ممكن الأب والأم يتنمروا على الطفل بطريقة يفكروا فيها أنه بدهم يحاولوا يرفعوا من مقدرة الطفل، وهذا الشيء نحن كاستشاريين تربويين عم نعاني منه، أنه الأم مثلا ابن خاله جاب كذا، ابن عمه جاب كذا، ليش لحتى ما يجيب نحن موفرين له؟ عم بصير في نوع التوفير تمام، هذا التوفير اللي عم نوفر له إياه لأطفالنا عم بصير في نوع من التمنين، فهو صار يرفضه باللاوعي عنده، أنه حتى هاي الأشياء يلي أنا ممكن تكون مستحبة بحياتي وانا بدي اياها، لانه عم تنحكى بطريقه سلبيه او بطريقه المقارنه عم بصير في تنمر للطفل من بينه وبين حاله غير اللي بينه وبين الاخرين. طبعا لحتى نخلق شخصيه متوازنه، بما انه عم نحكي عنه بدنا نحن نخلق شخصيه متوازنه وعلى التنمر، يعني هل التنمر وقت عم تقولي انه له علاقه بالمقارنه، خلينا نحكي عن بعض الكلمات يلي نحن بنحكيها مشان عم يتابعونا الاهل هلا، بعض الكلمات يلي نحن ما من فكره تنمر وما بنعتبرها تنمر باتجاه اولادنا، لانه ما في يمكن اب او ام بيتمنوا انه هن يتنمروا بشكل قصدي على اطفالهم. تماما، التنمر اللي له علاقه بالمشاحنه وبالكلام السلبي هذا الشيء معروف، احنا كلنا بنعرفه، في اهالي ما بتداري شعور اطفالها بتحاول شوي تذكر اشياء سلبيه قدامهم، هذا التنمر معروف. لكن التنمر اللي عم بيكون بطريقه محببه من الاهل بدون ما يعرفوها، يما انا بجيب اقارن طفل مع طفل، هذا الطفل مقدرته العقليه او مقدرته مهاراته العقليه او مهاراته الاجتماعيه والعاطفيه تختلف عن الطفل الاخر، فانا بس بدي بلش قارن، هو بده يحس نوع من الكسر او نوع من الضعف بهاي المقدره، حتى لو حاول انه هو يرفع منها مجرد ما صار في ستوب عليها بدها تحاول تنزل. هاي الاهالي اللي شوي ما عم ينتبهوا لها. دائما الاهالي انه يعني الاكثر المشاكل اللي بنعاني منها مع الاطفال انه الام او الاب بيكونوا مقدمين للولد كل شيء ما يملكوه من وقت ومن اشياء ومن مادي ومن تعاطف، لكن فاجأوا انه ابنه مثلا عنده حاله نفسيه معينه، ممكن انطواء، اكثر شيء عم بيمر علينا الانطواء والخجل، سببه عدم المهارات الاجتماعيه، عدم تفاعل الاسره او كلام الاسره مع بعضهم، يعني بتحسي الام على الموبايل، الاب على الموبايل، الولد حتى لو في عطف، حتى لو في حنان، حتى لو سالوه انه هو بيسالنا ونحن دائما بنجاوب اوكي، بس انت ما عم تفتحي، ما عم تخلقي جو من الدعابه، ما عم تخلقي جو من السعاده ومن الحوار بيناتكم، لحتى تعلميه بس يطلع خارج نطاق هاي الأسرة يكون قدران أنه يتأقلم مع الآخرين. صحيح، يمكن رينا موضوع كتير مهم، هو مو أنه نحن نرضي طفلنا بألعاب مهمة بموبايل بآيباد ونحن منفصلين تماما عنه، يعني بيعطوه عن جد أحيانا كتير منشوف أنه إيه مأمن لك كل شيء، طب مأمن لك كل شيء. يمكن أحيانا أنت مرة بلقاءاتنا مع حضرتك حكيتي عنا أنه تقعد الأم تلعب معه، يعني هاي الموضوع كتير عم نفتقده نتيجة يمكن
الانشغال، بس يعني الانشغال عن الطفل انا ما بحسه يعني له مبرر يعني. ايه اكيد اكيد، نحن مو سبب انشغالنا عن الطفل ما عم نقدر نعانقهم، ما عم نقدر نبوسهم، لا، سبب التهائنا باشياء مفكرين انه نحن هذا الشيء مأمنينه لطفلنا. يما انا بشوفه مبسوط وهو عم يلعب بفكره انه سعيد، انا ما بعرف انه اللاوعي عم يشتغل عنده هذا المخزون باللاوعي. اوكي التكنولوجيا كثير ضروريه، حياتنا كلها فيها تطور انا معها، لكن في ساعات معينه حاليا يعني اثبتت الدراسات او التجارب فينا نقول العلميه انه حسب عمر الطفل لازم يمسك الموبايل لحد مثلا 3 سنين، انه عمر السنه ما لازم نمسكه ابدا، عمر السنتين ما نمسكه، عمر 3 سنين يبلش يمسكه ساعه، عمر الاربع سنين يمسكه ساعتين. نحن للاسف من عمر اشهر انا بلاحظ اطفال مسكين وبفوتوا على اليوتيوب وبتسمعوا، انا معهم، لكن هي الاشياء الحركيه النمطيه عم بتعلم فقدان اللغه التعبيريه، عم بتعلم الذاكره السوريه على اشياء مصطنعه، ما عم بيكون في خيال مع الذاكره السوريه، دائما كنا بس نحضر اي شيء على شاشه تي في او كذا كنا نتخيل الاشياء اللي ممكن تصير لبعدين، لكن هون قرب الشاشه من العين ما عم بتخلي العقل يستوعب شو ممكن يصير في بعدين، فانت عم بتحدي من كثير مهارات. مع الايام تتفاجئي انه وصلوا الاطفال اول ثاني ثالث باللغه التعبيريه مو قادرين يعبروا، هذا الشيء عم نعاني منه كثير مع اطفالنا. الثروة اللغوية حكيناها بتتبعثر الكلمات، ليش؟ لأنه هني ربطوا دائما اليوتيوب أو الأجهزة الإلكترونية إلى علاقة بالنغم مع الصوت مع الذاكرة الصوتية، فيومت مع من حكى الحكي العادي الأطفال أحيانا ما عم تعرف الترجمه، بس عم ندخل لغة تانية دائما عم بيحطوا اللغة مع البديل باللغة العربية. أنا بقول لهم هذا الشيء ما بينمي أيقوني إلى علاقة باللغة، إذا أنا بدي أعلمهم إنجليزي ما لازم يكون في تأثير اللغة العربية على اللغة الإنجليزية والعكس، يعني أنا مجرد ما اشر له على الشيء وقوله باللغه الانجليزيه هو رح يفهم، ما في داعي ترجم له، ما في داعي اقعد كبر له الاشياء وكبر له المساحات لتتخربط الايقونه. هاي الاشياء شوي عم نعاني منها مع الاطفال، بدنا نكون كثير منتبهين كامهات ونعطي من وقتنا، ما نقول نحن منشغلين، لا نحن مو منشغلين، نحن منبرر لحالنا انه نحن عندنا ضغوطات، كلنا بنقعد على الموبايلات، كلنا بنرد على الناس اللي نحن بنحب نرد عليهم اغلب الوقت، لازم نخصص على الاقل ساعه كل يوم للطفل، نحاول نلعب معه بالالعاب اللي بتنمي الذكاء، الألعاب اللي فيها خيال، الألعاب اللي فيها مهارات، بتنمي المهارات الاجتماعية والعادات والتقاليد، لحتى بس يكبر الطفل ما ينصدم بالواقع وما يعرف يتعامل مع الأكبر منه. بما أنه نحن بلشنا حديثنا عن العلاقة بين الوالدين ودائما بنقول نحن كأمهات، ولكن أيضا للآباء دور لازم ما نغفل عن الحديث عنه. اليوم شو دور الوجود الأب في المنزل وأنه يمضي وقت معين مع الأطفال، إن كان باللعب إن كان بالمشوار أو إن كان حتى بالدراسة؟ يعني ليش دائما بنحكي فعلا عن الأمهات؟ هن أكيد هن متواجدين وهن دائما بشكل أكبر بحكم أنه يمكن الرجل بعمله، ولكن أيضا في دور للأب. أكيد مثل ما المرأة بعملها الرجل بعمله، هاي الأيام اللي وصلنا لها هو الرجل والمرأة عم يشتغلوا نفس الدوام، فنحن لازم نقسم كمهارات مع الأطفال نكون متوازنين. طبعا الأب هو أساس البيت، وأنا بقول أن الأب هو مثل الأرض الخصبة، كل ما زرع بأطفاله الأشياء الحلوة كل ما بين قدامه قدوة، لكن شوي الآباء بالناحية العاطفية بيكونوا أكثر ميلين للجدية. يعني أنا بقول أنه دائما الآباء خلوهم مصدر الأمن والأمان للطفل، لكن العطف والحنان يكون أكثر قريبة من الأم، عشان إذا تعرض أي طفل لأي موقف يحاول يلجأ مع لأمه كعاطفة، والأب يحل الموضوع كقوة او كسلطه او كمرو، يعني يكون متوازن اكثر بمرونته. طبعا الاثنين لهم دور كثير كبير، والاهالي كاب او كام ما عم بيقصروا ابدا مع اطفالهم. هذا الجيل اللي وصلنا له اللي عم بيكون الاب له عمل نفس عمل الام، عم بيكونوا متوازنين مع الطفل، عم بيكونوا حتى متوازنين وعم يتشاركوا باطعام الطفل، بقراءه الطفل، بنوم الطفل، بتحسي دائما متوازنين بهذا الشيء. وبنرجع بنقول انه الاهالي الواعي هي اللي بتحاول تفرغ أكبر وقت من وقتها للطفل، لحتى تحاورن تفتح لهم حوار مفتوح حتى لو كان على نقاش كتير بسيط هني سألوا، نحاول نفتح هذا الحوار المفتوح بيناتهم ونحسسهم أي شيء نحن منخاف منه هو شعور طبيعي، أي قلق بينتابنا هو أمر طبيعي بالحياة، مع الأيام بيتبدد وبتروح المخاوف.
نعم. يعني مع هالمعلومات القيمة رينا بنتمنى لك نهار سعيد، وشكرا كثير على هالنصائح وعلى التفاصيل اللي نحن دخلنا فيها هلأ لكل بيت، يمكن لكل أم وأب هلأ عم بيتابعونا وقدروا يستفيدوا من هيدا المعلومات لبناء هذا الجيل اللي هو يمكن يكون جيل المستقبل اللي بده يكون معافى وسليم نفسيا وإن شاء الله جسديا. شكرا لك. شكرا لك رينا، ولدي واجدك معنا لليوم.